أهمية قانون العفو العام لإنصاف شريحة واسعة من المظلومين، من الذين كانوا ضحية المخبر السري، من الذين كانوا نتيجة اعتقالات سابقة تعسفية في سنوات ماضية. يعني يريد قانون العفو العام أن يكون منصفا ويخرج الأبرياء فقط الذين لم تتلطخ أيديهم وليس عليهم أي مساءلة أو شائبة قانونية. طبعا ناقشنا هذا الموضوع بندوتنا اللي هي ركزت على قانون العفو العام، هل هو مطلب سياسي أم حاجة اجتماعية؟ تعرف أنت جيدا هناك كتل سياسية تريد هذا القانون وأن يمرر هذا القانون لجمهورها. أيضا نريد أن نأخذه من الجانبين، الجانب الإنساني والاجتماعي، ومن الجانب القانوني والجانب السياسي. إن كان المخبر السري قد انتهى، نعم انتهى كمخبر سري، ولكن الذين ذهبوا بجريرة هذا المخبر لا زالوا قابعين في السجون. وإلا لماذا ينادي بعض، بين قوسين خلي، بعض السياسيين الشرفاء ينادون بإعادة التحقيق للذين ذهبوا بجريرة المخبر السري؟